فؤاد، سوري فؤاد، مساء الخير. زميلنا الصحفي الجزائري المفضل فؤاد اسماعيل، قول لنا ايه اللي حصل في المؤتمر الصحفي. الناس كلها ومتابعين في الجزائر بيسالوا عن موضوع المباراه، وهل تم التطرق لحاجه عن مباراه الجزائر والكاميرون والحكم جسامه؟ اخترت ان يكون سؤالي حول الاخطاء التحكيميه هو اخر سؤال في هذا المؤتمر الصحفي الخاص بالقوانين التحكيميه للاتحاد الدولي لكره القدم. اخذت الكلمه وسالت كولينا، كان ايه نص السؤال يا فؤاد؟ السؤال ما اهميه الفار، تقنيه الفار في مباريات كره القدم، واخترت ان تكون المباراه الجزائر والكاميرون التي فيها على الاقل خطأين او ثلاث اخطاء واضحه يجب للحكم ان يعود فيها الى تقنيه الفار، لكنه اجابني بان المؤتمر الصحفي ليس مخصصا لطرح اسئله من هذا النوع. للاسف الشديد تهرب واضح وفاضح من السؤال و الانسلاخ من المسؤولية من طرف المسؤولين على مستوى الاتحاد الدولي، على الأقل المسؤول على مستوى التحكيم في الفيفا السيد كولينا الذي رفض الإجابة عن سؤالي. إذن يبدو فؤاد أن الأمور محسومة.